من منطقة الباقورة ضمن الشونة الشمالية. بنصبح عليكم، اخترنا هاي المنطقة مناطق الباقورة لنعمل مشوار الأردن، نلتقي مع بعض من أهل هاي المنطقة لنسمع عن الأرض وقصتها. والشعب الوثق والعزوة قد ترك الله على الأعداء وأعطاك الله القوة أردن العزة. أنتوا في هذا الصباح في منطقة الأغوار الشمالية بشكل عام، وتحديدا أنتوا في منطقة الشون الشمالية واللي بتضم منطقة الباقورة المستعادة ومنطقة العدسية الشمالية للطرف الشمالي من الشون الشمالية، والعدسية والباقورة منطقتين متجاورتين ومناطق زراعية محادية لنهر الأردن، وما شاء الله عنا الخيرات وبداية موسم الحمضيات، وانت اخترت الوقت المناسب لهذه الزيارة. منطقة الباقورة تقريبا مساحتها بما فيه الأرض المستعادة ما يقارب 30-40 ألف دلم، كونها قريبة من منطقة النهر. تعرف أيام الفيضانات، أيام فيضان مياه الأمطار خلينا أقول، تجلب الطمي ويغطي الطبقة العليا لسطح الأرض، فهاي الأرض هي تربة خصبة تستطيع أن تزرع فيها جميع المنتجات الزراعية سواء كانت فاكهة أو خضروات، باستثناء الفاكهة اللي تحتاج لفترة برودة أطول. باشا حضرتك مواليد المنطقة مزبوط؟ نعم نعم. تتذكر إشي من الحرب؟ يعني فترة طفولتك عشت شيء من 67 في المنطقة؟ سيد العزيز، أنا من مواليد المنطقة عام 52. ما شاء الله طولة العمر. الله يرضى عليك يطول عمرك. وأنهيت دراستي الإعدادية في المنطقة طبعا. أيوة. ابن مزارع فلاح، تعرف الواحد بضيك الفترة. بعد ما أنهيت فترة الدراسة الإعدادية، تعرف على أثر الأحداث الحرب الاستنزاف بين إسرائيل والأردن عام 67 وما تلاها، معظم أهالي الغور نزحوا إلى المناطق الشرقية، وإحنا كان نصيبنا أنه نزحنا لمدينة إربد. أنهيت الثانوية في ثانوية إربد. جزء من دراستك كملته جزء في إربد. من دراستي أيوه. في كانت في إربد. خلال الفترة هذيك، أحداث 67-70، خلال العطلة الصيفية كنت أنزل على الغور مع أهلي. تعرف الواحد على أعصابه. أيوة. على حامل روحه، على مزبوط. كفه خلينا أقول طبعا. منطقة حديدية وفي حرب كلياتها اللي صارت في تلك الفترة. تعرف بعضيك الفترة الواحد كان يعني تقريبا بال15-16 سنة، ولكن بشكل عام واعي على معظم. شو بتتذكر مثلا الأحداث. يعني من المشاهد شو بتتذكر؟ سيد العزيز، من المشاهد واللي أعطاني الدافع الرئيسي خلينا أقول للخدمة في القوات المسلحة، كنت ألاحظ أنا الطيارات الإسرائيلية اللي كانت تغير على المواطنين بالغور، اللي أيوه. كانت تغير على مواقع القوات المسلحة بالغور. باشا حضرتك كنت طيار مقاتل، ولكن أكيد قود الطيارات مختلفة، يعني مثلا أنت اشتغلت على العمودي، على النقل، خبرني. والله أنا كان نصيبي خلينا أقول نتيجة اجتهادي وتعبي والحافز اللي أنا كنت مندفع من أجله. رغم أنك من بيئة بعيدة. رغم أني أنا من أيوه. بيئة بعيدة نعم، لكن كان النصيب أني أختص بالطائرات المقاتلة. ما شاء الله النفاتة. ما شاء الله. في ذاك الوقت إيش كنت، شو كان نوعها، شو كنت تقود، إيش كان اسمها؟ أنا معظم طيراني على الطائرات الموجودة في سلاح الجو في تلك الفترة كانت نوع F5. F5 مقاتلة. أيوة. نعم أمريكية. لكن خلال الفترة كنت أحضر خلينا أقول
مناورات مع القوات الصديقة والقوات الحليفة، وصار في يعني نصيب إني أطلع مثلاً رحلات في طائرة الـ F-15، أطلع رحلات في طائرة الـ F-18 بس كانت خلينا أقول فترة عنفوان وشباب. لا ما شاء الله عليك بعدك شباب. بعدك بتتابع أخبار الجو والطيران؟ لا شك. لا شك. بقول لك بالدم هذا بيضل يا عمي يعني، حتى شك. لو بتقاعد لا شك. لا شك. أخي فؤاد والإخوان المشاهدين الكرام، يعني في هذه المناسبة الطيبة لابد أنه إحنا ما نفرق ما بين الباقورة كقرية ما بين الباقورة المستعادة كأرض ضمن محددة ضمن اتفاقية معاهدة السلام سنة 1994. الباقورة كقرية هي تجمع سكاني فيما يقارب 1100-1200 نسمة، هو يتبع تنظيميا وإداريا إلى بلدية معاذ بن جبل، جزء من بلدية معاذ بن جبل، وهذه القرية هي خلينا نقول بالجزء الغربي من منطقة الشون الشمالية، مخدومة من بلدية معاذ بن جبل بخصوص الطرق بخصوص الإنارة، وأيضا مخدومة بالخدمات الأخرى من قبل يعني في مركز صحي وأولي، أيضا فيها مدرسة من مدارس وكالة الغوث تخدم أبناء المنطقة اللي موجودين ضمن القرية هاي. الباقورة اللي احنا بصدد الحديث عنها الآن وهي الأرض المستعادة هي أرض زراعية 100% اللي ذكرت، اللي من ضمنها أيضا 820 دلم اللي هنا في ملحق الاتفاقية السلام معاهدة السلام ملحق الباقورة والغمام. يا طال عمرك، انت من المفرق او نواحي المفرق؟ شو جابك على الغنم؟ من الحمرة. يعني هداك فهمنا بس شو حلال. جابك على الغوص؟ عندنا حلال غنم ما شاء الله، غنم ونزلنا بالغور نخض ونحلب ونسوي السمن فترة الشتاء يعني ونسوي جميد ونسوي كل شيء. جاء تعرف علي الشيخ عبد الرحمن الواكد. يا سلام، عرف علي. شفتي لولا التنقل، شفتي التنقل عرف علي جاب لك نصيب حلو. معانا نسوان اثنين وانا الثالثة، لكن سبحان الخالق وقبلت قدمهم مليحين وكويسين. يا سلام. أم خالد الله يرحمها وأم ناصر ضرايري أحسن من هيك، وهالشباب الصلاة على النبي عليهم كلهم شباب كويسين، كنا على سدر واحد ناكل ونشرب سوا وننام سوا، وكل وحدة لها غرفة نوم وكل شيء موجود. يعني بنات هالأيام بالك برضو والله ما حدا لا برضى. لا ما يرضنش اليوم على ضراير، ما يرضنش. ومش ضرة واحدة، ضرتين وزي العسل، زي العسل. يعني هاي كيف بدي استوعبها؟ زي العسل. ضرتين وزي العسل. زي العسل، الله يرحمها، وحدة توفت اسمها رحمة الله عليها. الله تعيش، أحلى من هيك ما في. روح حلال، روح حلال كلها. الله وازل عليك. يعني والله ما خليتي لي مجال أعلق أنا، خلص يعني إذا كنتوا مبسوطين الله يديم المحبة. كلهن كويسات. وربيتوا أولادكم مع بعض؟ كلهم مع بعض، وعايشين سوا، والرزقة سوا، وما عمر واحد يتهاوش مع الثاني. ما شاء الله، الله يطرح البركة. أي والله. الله يطرح البركة. الله يبارك فيك إن شاء الله.
حياكم الله يا اخوان. الله اهلا وسهلا بالجميع. الله يخليك. هذا يعني مثل من واجبكم، واجبكم اكبر من هيك. وبهالمناسبه احتفال بقرار سيدنا اللي رجع لنا الاراضي ورجع لنا المناطق اللي كانت مستاجره باتفاقيه السلام مع الطرف الاسرائيلي، والحمد لله. الحمد لله. الله يخليك ما شاء الله. ان شاء الله عمار دائما. اهلا وسهلا عمار ان شاء الله. الله يخليك. اهلا وسهلا. الله يخليك. يلا تفضل تفضل على الميسور. يمكن عدد كبير من الناس عندهم الرغبة لزيارة الباقورة، زي ما خبروني أنه ممكن الواحد يزور هاي الأراضي المستعادة ولكن بتنسيق عسكري، لأنه هي ما تزال أو كانت هاي الأراضي وما تزال تحت سيطرة الجيش العربي، فبالتالي أي زيارات لابد لها إلا أن تكون ضمن التنسيق العسكري. إن شاء الله في المستقبل في الأشهر القريبة القادمة يمكن يكون الأمور أسهل، الله أعلم، خلينا نشوف. ولكن الباقورة كانت أراضي أردنية وما تزال أراضي أردنية وستبقى أراضي أردنية أيضاً.